إلى ذلك أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة اتخذت كافة استعداداتها للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والالتزام بتعليمات رجال المرور، كذلك الالتزام باللوحات الإرشادية والتنظيمية، متمنيا التوفيق والنجاح لهذا الحدث. هذا وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن خطة مرورية لتسهيل حركة السير من وإلى موقع البحرين الدولي للطيران. على الجمهور القادم من شارع الشيخ جابر الصباح وشارع الشيخ سلمان باتجاه دوار عوالي الرئيسي مواصلة السير نحو دوار قصر الصخير، ومن ثم الدوران العكسي للدخول إلى شارع الصخير المؤدي إلى بوابات مطار الصخير حيث موقع المعرض، وذلك لمن يحمل التذاكر الموضحة أدناه. كما يلتقي القادمون من شارع خليفة بن سلمان مع القادمين من شارع الشيخ سلمان عند تقاطع كوبري زلاج، على أن يتم متابعة السير إلى شارع خليج البحرين حتى مواقف حلبة البحرين الدولية، حيث سيتم نقل الجمهور عبر حافلات مخصصة لهذا الغرض إلى موقع المعرض.